اهلا بكم من جديد في فقرتنا الحواريه الثالثه والاخيره لهذا اليوم. اليوم وحديث حول اخر تطورات المشهد السياسي في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير تحت ضغط شعبي. اعلن منذ قليل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عوض بن عوف تنازله عن منصبه وتولي الفريق عبد الفتاح البرهان بدلا منه، والذي تولى منصب المفتش العام للقوات المسلحه. ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور مالك عوني مدير تحرير مجله السياسة الدولية. أهلا دكتور مالك. أهلا بك. دكتور مالك، يعني بداية المشهد بشكل عام، خلينا نبدأ من القرار الأخير أو بتعيين عبد الفتاح البرهان. حضرتك بتشوف إزاي هذه الخطوة، وبتشوفها إزاي هتأثر على مسار الحراك أو على المشهد السياسي؟ الخطوة دي ليها شقين في الواقع. الشق الأول اللي ممكن نفهمه إن هي بتأتي استجابة للضغوط المستمرة في الشارع والمتظاهرين اللي رفضوا الهدوء ورفضوا القبول بالخطوة الأولى، وهي مجرد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وشايفين إن عملية التغيير في النظام السوداني يجب أن تكون أوسع بكثير من مجرد شخص البشير. نعم. ده الشق الأول. الشق الثاني أن هناك خلافات داخل المؤسسة العسكرية في السودان حول كيفية إدارة مرحلة ما بعد عمر البشير. ده كان واضح، لأني قبل ما يصدر الإعلان الأخير بتاع عوض بن عوف كان قائد قوات الإسناد السريع اللي هو محمد حمدان دقله الحميدتي أعلن أنه لن يكون عضوا في المجلس العسكري الانتقالي. وكان ده مؤشر واضح جدا ان هناك خلافات بين القاده العسكريين الكبار في القوات المسلحه السودانيه والاجهزه الامنيه السودانيه بشكل عام التي تحاول احتواء الموقف بعد رحيل البشير. وبالتالي فاحنا القرار ده بيعكس ان هناك جناح من الاجنحه التي خلينا نقول مش هو متصارعه لكن على لديها رؤى مختلفه فيما بينها وبين بعضها البعض. في جناح منهم دلوقتي تقريبا بيخرج من المشهد الرسمي والمعلن وبيتقدم جناح آخر سيقدم طرح جديد في تصوري. احنا محتاجين ننتظر إلى الغد لكي نرى كيف سيتم تعديل بقى طروحات اللي تقدم بها عوض بن عوف أمس واليوم وصباح اليوم لإدارة المرحلة الانتقالية. احنا بدنا طرح جديد مختلف أظن في الغد. محتاجين ننتظر عشان نفهم هذا الطرح ومدى استجابة الشارع السوداني للطروحات الجديدة. لكن في الواقع المتصور انه انا اظن ان مده العامين اللي كانت طرحت في المرحله الاولى او في الاعلان الاول بشان المجلس العسكري الانتقالي هتتقلص بشكل كبير قوي. احتمال نشهد نوع من انواع المشاركه المدنيه في المجلس الانتقالي، ما يبقاش مجلس مجرد مجلس عسكري انتقالي فقط، قد يكون لدينا مجلس انتقالي فيه عسكريين وفي مدنيين من القوى المدنيه. أنا أظن هنشهد تغييرات مهمة في الغد. محتاجين ننتظر ونتابعها بشكل دقيق. لكن في النهاية أقدر أقول لك أنه أيضا المسألة في السودان حتى بالتغيير اللي تم قبل يعني دقائق لم تصل إلى منتهاها. المسافين انقسامات كبيرة وواسعة. الوضع في السودان معقد جدا، مش بس على مستوى المؤسسة العسكرية والقوى اللي بتشتغل في الشارع، هناك مناطق في السودان فيها أوضاع معقدة جدا بتهدد بأنه إذا استمرت حالة الفوضى وحالة السيولة السياسية والأمنية قد نشهد صعود لبعض المخاطر التي تهدد الدولة السودانية. بالتأكيد هنتكلم عن هذه المخاطر، لكن خليني أتكلم مع حضرتك على المؤتمر الخاص بالمجلس العسكري. المؤتمر احنا تابعناه، حضرتك اكيد تابعته. رئيس اللجنة السياسية كان بيتكلم عن عدد كبير من الإجراءات او عدد كبير من التصريحات اللي قالها. كان من ضمنها أن المجلس العسكري لا يرغب في السلطة، وأنه سيكون هناك حكومة مدنية، وأنه حتى بعد العامين يعني حتى لا يطمعوا في يوم زيادة، وأنه ده أقصاها. حضرتك شفت البيان أو شفت هذا المؤتمر إزاي؟ شفت أهم بنود هذا المؤتمر إزاي؟ ما هنقول أن المؤتمر دوت كان المؤتمر اللي نظمته والخطاب اللي كانت بتتقدم بيه المجلس العسكري في ظل عوض بن عوف. عوض بن عوف خرج من الصوره الان.
فحتى هذا الخطاب اللي كان فيه نوع التراجع عن ما قيل بالامس، يعني انت عارفه بالامس في الاعلان الاول كان الكلام على مرحله انتقاليه مدتها عامين تجري في نهايتها انتخابات. الكلام النهارده كان مختلف، ان لا ده اقصاها عامين، واذا تم الاتفاق قبلها مرور العامين دولت في اي مرحله من المراحل سيتم اجراء انتخابات. تمام. وان كان الكلام بالامس ان من سيدير هذه المرحله الانتقاليه هو المجلس العسكري الانتقالي. لا، الكلام النهارده كان عن تشكيل حكومه مدنيه فورا. وبالتالي كان يعني حضرتك تقصد انه في بقدر في تراجع وفي استجابه يعني اكثر لحراك الشارع، وايضا خلينا نقول كده لحراك الشارع والخلافات والانقسامات الداخليه. لان عندنا مصيرين متوازيين، المسار المفاوضات بين الاجهزه الامنيه ومسار الشارع السوداني، ومسار ثالث هو مسار المناطق والاقاليم السودانيه اللي فيها نوع من انواع التمرد المسلح. خلينا نفكر الناس شويه بما قيل او ما تم قوله في المؤتمر الخاص برئيس اللجنه السياسيه، ونرجع تاني نكمل كلامنا من خلال هذا الفيديو. مهمتنا الاساسيه اننا نحفظ امن واستقرار هذه البلاد، ولن نسمح فيها باي عبث في أي بقعة في أي مكان. ثانيا، إحنا ما جايين بحلول، إحنا ما جايين بحلول، الحلول تدار من المعتصمين ومن المحتجين. اعطونا الحلول والأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من مسائلنا الكبيرة، ادونا لهم. إحنا ما جايين بحلول، احنا ما ورانا اي ايديولوجيه اي فكر اي مجموعه ماشي. احنا ابناء القوات المسلحه والمنظومه الامنيه، احنا جينا عشان نحفظ هذه البلاد، انه تجد فرصه ان ترتب السودان، يرتب نفسه، يدير حكم ويدير نظام الحكم على تداول وبطريقه سلميه. احنا غير طامعين، احنا البيان اللي وصل الناس دي رؤيتنا في اننا نسبب به ونعمل مظله لكل الجميع بفرص متساويه متكافئه، ما في حجر. حتى الحركات المسلحه نحن نرحب بها في 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 القاعات، في اننا ندير حوار نخرج السودان من هذه الوهده ومن هذه المطب الحادثة الآن. خلينا نقول انه يعني رغم كل اللي كان موجود في المؤتمر، الا انه يعتبر يعني الان غير مطروح للنقاش، لانه تم استبدال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، والان لديه ربما خطه جديده او ربما لديه تصريحات جديده استجابه. هو بالتاكيد هيكون للحراك الشعبي، بالتاكيد هيكون في خطه جديده. وهيكون في درجة أكبر من مشاركة العناصر اللي بتقود الحراك الشعبي في الشارع. نعم. التحدي اللي أمام السودان في هذه المرحلة هو تحديين كبار. التحدي الأول هو كيفية إدارة الحوار السياسي في المرحلة القريبة المقبلة، يعني في الأيام القليلة المقبلة، معنى من يشارك في الحوار. إحنا لدينا قوة في الشارع، عندنا الأحزاب التقليدية، وعندنا تجمع المهنيين السودانيين اللي بيقود بشكل كبير قوي، وقوى الحريه والتغيير كان من ضمنها الاحزاب. لكن ايضا، وكان في اشاره مهمه قوي في المؤتمر الصحفي اللي انتم اذعتوه دلوقتي حوالين الجماعات المسلحه. صحيح. في جنوب كردفان وفي دارفور. يمكن هو ده الخطر الاكبر. ما هو شوفي، ده التحدي اللي يجب ان يتم استيعابه، ده بقى ليه شقين. يجب اشراك هذه الاقاليم أو ممثلين عنها في هذا الحوار الوطني السوداني للبحث عن مخرج حقيقي للسودان. السودان أزمته الحقيقية أن مشروع الإسلام السياسي اللي فرضته عليه حكومة الإنقاذ الوطني من سنة 89 وحتى رحيل البشير بتقلبات مختلفة وبأشكال مختلفة، لكن كان عندنا مشروع إسلام سياسي في الواقع مطروح في السودان، أدى إلى انقسام السودان شمال وجنوب، تزايد نزاعات الانفصاليه في بعض المحافظات السودانيه والاقاليم السودانيه، فشل اقتصادي ذريع في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان. وبالتالي هذا المشروع يحتاج الى، هو ده الثوره الحقيقيه عليه بقى، هذا المشروع يحتاج الى اطار وطني جامع
للسودانيين جميعا. فاحنا محتاجين يكون في السودان محتاج ان يكون في حوار جامع على هذا المستوى، لا يقتصر فقط عشان برضه ما نعيدش تكرار الاخطاء القديمه اللي كررنا مثلا شهدناها في مصر بعد 2011. يعني ليس فقط من يتصدر المشهد في لحظه ما هو من يخوض الحوارات فقط، المشهد اكثر تعقيدا يجب ان يشترك فيه كل الاطراف والقوى الفاعله في السودان حتى لو لم تكن حاضره بقوه. ليه؟ ان في لحظه قادمه في المستقبل قد نشهد لها حضورا ودورا اكبر. يعني الصامت اليوم لن يبقى صامتا في الغد. الشيء الاخر، ودي هو ده التحدي الكبير بقى في تقديري، انه الاخوان المسلمين رقم صعب في السودان لكنه هو رقم اللي ادى الى فشل هذا البلد. اعاده انتاج حضورهم باي شكل من الاشكال انا في تقديري سيضع بذور الفشل مره اخرى في التجربه الجديده. وبالتالي يجب ان يكون هناك نوع من التوافق، لان دوله زي السودان شديد التنوع العرقي القبلي الديني لا يمكنها ان تتحرك او يتم تأطيرها في اطار مشروع حكم ديني باي حال من الاحوال. تتوقع حضرتك انه خطوه رئيس المجلس العسكري ممكن تنال رضا الحراك الشعبي؟ شوفي، هو لازم هيحاول اشراك جزء من هذا الحراك الشعبي في اي خطوات مقبله، لانه هو ده السبيل الوحيد لتهدئه الشارع. وفي هذه اللحظه السودان الشارع يحتاج ان يهدأ قليلا لكي يتم اجراء اي ترتيبات مقبله. الشيء الثاني، هو محتاج اجراء، وانا اظن ان في دلوقتي نقاشات مهمه مع الاجنحه العسكريه المختلفه داخل الاجهزه الامنيه في السودان. احنا عندنا اربع اسماء كبيره، عندنا عبد الفتاح برهان، عندنا عبد الرحمن المطري قائد قوات البحريه، عندنا محمد حمدان دقلو، وعندنا قائد رئيس المخابرات اللي هو صلاح قوش. دول تشوفي الاسماء الكبيره في تقديري اللي الحوارات بينها وبين بعضها ستقوم بتشكيل المشهد في الأيام القليلة المقبلة. لكن أيضا كل من هذه الأسماء لديه بعض المحاذير، ولديه أو يعني هناك قوة ستعترض عليه. وبالتالي أنا أظن أنه لنهي نتجاوز حاجز عدم الثقة. أكبر تحدي بيواجه الحركات التغيير مثل اللي بيشهدها السودان في هذه اللحظة هي حالة عدم الثقة واكترار الآلام الماضية. ستشهد أي طرح أي اسم اعتراضات من أطراف أخرى. احنا كان لدينا نموذج في مصر، يعني شوف النموذج المصري محتاج الدول دي تدرسه بشكل جيد قوي عشان ما تكررش اللي حصل لنا في 2011 وقعدنا فيه سنتين لحد 2013 لحد ما قدرنا نخرج من هذه الأزمة الكبيرة. فكرة أن يحاول أي طرف نفي كل الأطراف الأخرى من المشهد لكي يتصدر المشهد بمفرده، لا، هذه ستؤدي إلى الفشل. وبالتالي هم السودان يحتاج إلى يد تقدم العون والاحتواء لإجراء حوار وطني حقيقي. سؤال لحضرتك، حضرتك كنت بتقول من شوية من يقود الحوار، وإنه مش المفترض إنه بيتصدر المشهد فقط هو الذي يقود الحوار، ده معناه إنه حضرتك بتقول إنه الحوار ما يكونش نخبوي أو ما يكونش لعناصر معينة. العناصر التقليدية اللي تصدر المشهد تقليديا. مظبوط. إزاي؟ لأنه إحنا عايزين الحقيقة، عايز أسأل حضرتك إنه بكل دور كل طرف من الأطراف عليه إيه في الفترة اللي جاية؟ اتكلمنا عن المؤسسة العسكرية، اتكلمنا كمان بنتكلم دلوقتي عن الحوار، من يقود الحوار؟ هل الأحزاب؟ هل الحراك الشعبي اللي موجود في الشارع؟ المهنيين زي ما حضرتك كنت بتقول، مين اللي هيقود الحوار؟ شوفي، ده تحدي صعب في كل الأحوال، لكن خلينا نقول إن القادة الأحزاب السياسية ممثلين عن الحركات المتمردة في جنوب كردفان، في دارفور، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرئيسيين، كل هؤلاء يجب أن يشتركوا في الحوار. لكن أنا أظن أن حتى الدخول في هذا الحوار في ظل حالة من عدم الثقة والشك اللي هتكون موجودة لدى كل الأطراف في الواقع، هديك مثال بسيط قوي. قائد قوات الإسناد السريع اللي هو محمد حمدان دقلو اللي أعلن انحيازه إلى المطالب الشعبية، وده أنا كان مؤشر مهم إلى أن عوض بن عوف لن يستمر في المجلس العسكري، كان من بدري الناس متوقعة أن هو لن يمكنه الاستمرار. قد يبدو للوهلة الأولى أنه بأيد الشارع، لكن هناك أطراف أخرى في السودان ستعترض عليه بسبب خبرات سابقة. يعني النظام السوداني للأسف، نظام البشير في السودان خلال 30 عاما كان له ميراث شديد السوء. هذا الميراث سيتم استحضاره في الأيام القليلة المقبلة. أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك طرف راعٍ لهذا الحوار السوداني، طرف يقوم بوساطة حميدة لتهدئة حالة عدم الثقة والشك بين مختلف الأطراف، طرف يقوم بعملية بناء إجراءات بناء ثقة. يعني احنا محتاجين حوار
ومحتاجين اجراءات بناء ثقه لكي تطمئن كل الاطراف ولكي يهدأ الشارع في السودان ولا يدخل في مرحله الفوضى والانفلات الامني بشكل كبير. يمكن من هنا بيجي سؤالي لحضرتك، لانه حضرتك كنت بتقول انه في شق مهم جدا، مساله اعاده حضور الاخوان مره اخرى في السودان، ووجود الاخوان على المشهد او في المشهد ده خطر ايضا. حضرتك بتشوف ان هو خطر كبير، والحقيقه ان هو حقيقي خطر. بتشوف ازاي وجود الاخوان، خصوصا انه كان في بيان ليه علاقه بانه بيروا انه هذا التفاف، وانه ما فيش ان هم مستمرين في الاعتصامات ومستمرين في التظاهرات او مع الحراك الشعبي. بتشوف ازاي جماعه الاخوان في السودان؟ شوفي، احنا لو تتذكري احنا في 2012 وفي النصف الاول من 2013 شهدنا تجربه مقيته من ما يسمى عمليه التمكين، محاوله التمكين، تغلغل الاخوان في كل المؤسسات والاجهزه. دي كانت ده في سنه ونص احنا عانينا منها معاناه شديده جدا، وكلنا حسينا بيها في الواقع. فما بالك بدوله 30 سنه فيها هذه الجماعه تحاول السيطره وفرض نفوذها في السودان. بالتالي عندنا تغلغل كبير قوي لهذه الجماعه في كثير من مفاصل الدوله السودانيه. عمليه احتوائهم مساله معقده وصعبه ولن تكون يسيره، لكنها تحتاج قرار واضح جدا من الاجهزه، من الجيش السوداني ومن القوى المدنيه السودانيه، حول طبيعه الدوله التي يمكنها تحقيق السلم والحفاظ على الوحده. يعني تحدي السودان الحقيقي الان مش في الانتقال السياسي فقط، تحدي السودان هو في البقاء كدوله. وبالتالي اذا كان هناك هذا الدرجه من الوعي، وبالتالي يجب ان يكون اتفاق على طبيعه الدوله التي نريدها بدايه. هذا سيساهم في الحد نسبيا من خطر هذه الجماعه، لكن في النهايه السودان هيكون مطلوب منه انه ياخد اجراءات او خطه طريق حقيقيه تقوم باحتواء نفوذ هذه الجماعه وحضورها. وده ممكن من حاجه حقيقيه، ان كل العناصر اللي تم تهميشها خلال 30 عام من الماضيه يتم استدعائها للحضور مره اخرى في المشهد السوداني. هذا سيحدث قدر كبير جدا من التوازن في مواجهه هذه الجماعه وفي مواجهه عناصرها المتغلغله في المؤسسات الدوله السودانيه، في حتى المؤسسات الامنيه. عليها عناصر اخوانيه، ودي هتمثل خطر كبير على اي اجراءات هتتم في المرحله المقبله. يجب ان كل ما هنوسع القماشه بتاعه المشاركين في اعاده بناء السودان واعاده بناء النظام السياسي في السودان سيقوم باحتواء، سيمثل هذا عنصر احتواء لهذه الجماعه ودورها في السودان. ايضا احتواء التدخلات الخارجيه قدر الامكان. ده شيء مهم قوي. خلينا نتكلم عن التدخلات الخارجية بس بعد ما نعرض فيديو له علاقة بما يحدث في السودان، فيديو مهم جدا عن اشتباك مع قوات الأمن. هنشوف الفيديو ونعلق عليه بعد قليل. يمكن ده الخطر اللي احنا كنا بنتكلم عنه دكتور مالك، مسألة تدخل أطراف، وجود أطراف في المعادلة، مسألة وقيعة بين المتظاهرين وبين قوات الأمن والاعتداء على قوات الأمن. بتشوف حضرتك هذا المشهد ازاي؟ ده ميراث القمع اللي خلفه نظام البشير. نظام البشير كنت لسه بحكي معاكي في الأسبوع بيتعرض الفيديو، أسس قوات أمنية متعددة في الواقع لحمايته. ما كانش فيه يعني حتى الجيش ما كانش هو القوة الفاعلة الأساسية في السودان خلال العقد الماضي. على سبيل المثال كانت هناك قوة أخرى احتمى بها نظام البشير، بعضها على أساس قبلي
وبعضها الآخر كان في قوة على أساس إخواني، على أساس انتماء لجماعة الإخوان. هذه القوة مارست قمعا وظلما شديدا بحق جموع كثيرة من السودانيين. هذه الجموع ستحاول الآن الانتقام، وسيكون لديها هاجس محاولة هذه القوة إعادة إنتاج نفوذها. شو لك السودان في حاجة إلى طرف راع للحوار، طرف يقوم بتهدئة المخاوف. هذه المشهد يعني تدعو لي المخاوف من فوضى أو من مشهد بالزبط. فوضوي يمكن أن يحدث في السودان لو ما تمش احتواء الموقف. بالتأكيد، لأن زي ما قلت لك أن أغلب الأطراف المطروحة في المشهد السوداني كل واحد عليه هيكون له عليه علامات استفهام، وهناك هواجس لدى أطراف أخرى منه. كل الأسماء الكبيرة التي ما زالت بقية في المشهد هنجد هواجس لدى أطراف أخرى بخصوصها. طيب. وبالتالي إحنا محتاجين أو السودان محتاج أن يتم تهدئة الآلام أو آلام الثلاثين عاما الماضية. طيب. هذه عملية التهدئة دي محتاجة طرف يخشى على السودان، طرف يحاول أو لديه هدف أساسي هو الحفاظ على بقاء الدولة الوطنية في السودان. وهنا بقى هنختلف يعني مين اللي درع الحوار. شوفي، أنا أظن أن هناك حاضنة عربية لمثل هذا الحوار. الأتراك يلعبون دورا سيئا جدا في السودان. من حضرتك بتتكلم على الأتراك، بنتكلم عن النقطة المهمة اللي كنت حضرتك بتتكلم فيها قبل الفيديو على طول، وهي نقطة التدخلات الخارجية وضرورة التصدي للتدخلات الخارجية. بما ان احنا بنتكلم ايه اللي المفروض يحصل الفترة اللي جاية من كل الأطراف، يعني ازاي ممكن التصدي لهذه التدخلات او هذه الأطماع؟ في أطراف كتيرة جدا كانت بتستغل السودان. هقولك مثلا السودان في مرحلة المراحل كان لديه علاقة وثيقة جدا مع إيران، واستغلته إيران في إشاعة الفوضى واستهداف مصر في لحظة من اللحظات، ومد نفوذها في منطقة شرق إفريقيا. في مرحلة لاحقة بدأ يعزز علاقته بالمحور القطري التركي بشكل كبير. خسارة البشير بتمثل صدمة لهذا المحور في الواقع، وبالتالي يعني هذا المحور سيحاول الحفاظ على نفوذه في السودان بشكل ما من الأشكال. المحور ده استغل السودان كمعبر للسلاح وعناصر إرهابية، أضر بشكل كبير جدا من الوضع في ليبيا على سبيل المثال. يعني احنا كان لسه عندنا من كام يوم تقارير عن طائرة سودانية محملة بالأسلحة ذهبت إلى الميليشيات المسلحة التي تقاتل الجيش الوطني الليبي. وبالتالي السودان كان بيلعب دور يعني قول إيه رأس حربة للأطماع القطرية والتركية في المناطق المحيطة به. وبالتالي هنا هذه الدول ستحاول الحفاظ على نفوذها في السودان بشكل من الأشكال. إذا لم تتمكن من الحفاظ على هذا النفوذ وإعادة إنتاجه مع أي قيادة سياسية ستبرز في الأسابيع القليلة المقبلة، سنشهد محاولة إشاعة الفوضى في السودان. وبالتالي احتواء أدوار هذه القوى التي لا تستهدف بقاء السودان والدولة الوطنية في السودان باعتبارها هدف أساسي، ولكن النفوذ هدفها هو النفوذ أو إشاعة الفوضى، لازم يكون فيه إجراء مهم من حاضنة عربية من جهة، ودور مهم للتوافق يتم بناؤه داخل المؤسسات العسكرية والأمنية في السودان مع القوى المدنية. مفيش رفاهية الانتظار لوقت طويل قوي بصراحة في الحالة السودانية، لأن الفوضى زي ما حضرتك شفتي في الفيديو بتروح في الأفق بشكل كبير جدا. وبالتالي التحرك السريع في الحالة السودانية مهم، والتحرك الحذر أيضا لكي لا يفهم أن أي دولة بتسعى لرعاية أي حوار في السودان واحتواء هذه الحالة في السودان بتميل للطرف لحساب الأطراف الأخرى. وبالتالي احنا محتاجين تحرك شديد الحذر، ومحتاجين في نفس الوقت تحرك سريع. دي معادلة مش سهلة، معادلة أنا بقولك في النهاية محتاجة حاضنة عربية. مصر هي الدولة الأولى، هنشوفي مصر والسودان هما روح أو روحان في جسد واحد. يعني هناك رابطة تاريخية وجغرافية عضوية تجمع البلدين. وبالتالي أنا أظن أنه يجب أن تمد مصر يدها للأشقاء في السودان، يد هدفها الأساسي وبشكل لازم يكون واضح قوي الحفاظ على الدولة الوطنية في السودان، بالتأكيد. الحفاظ على وحدة السودان، إزالة كل عناصر الخوف والقلق وهي عديدة جدا. عندنا الألام القديمة، ألام الثلاثين عاما، عندنا تدخلات خارجية، عندنا انقسامات بين داخل المؤسسات العسكرية، عندنا انقسامات بين القوى المدنية. يجب العمل على احتواء هذا المشهد المعقد. وأظن أيضا أن هذا الدور المصري يجب، وده بنقطة مهمة قوي، احنا نقول أن المشهد في السودان ده اللي فجره وحرك الحراك الشعبي بشكل سريع قوي هو الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
صحيح. والسودان والفشل الاقتصادي السودان بيعاني منه بقاله كذا سنه. في العام الماضي 2018 كان عام شديد القسوه على السودانيين في الواقع، التضخم ارتفع ل 68%، الدولار سعره تضاعف يعني عده مرات بشكل متوالي، اسعار القمح والخبز ارتفعت بشكل كبير قوي. السودانيين اصبحوا عاجزين عن ان يجدوا لقمه العيش وان يوفروا وجبات اللي تكفيهم في اليوم. هذا الوضع الاقتصادي مهدد بافشال اي عمليه سياسيه في السودان ما لم يكن هناك دعم سريع للسودانيين في المرحله القليله المقبله. ليه؟ لان بصراحه سيفقدوا الثقه في اي عمليه او توافق سياسي لا يؤدي الى احساسهم بانه تحسن في قدرتهم على الحياه. طيب. وظروفهم المعيشيه. شوفي الناس الشعوب ممكن تصبر على حاجات كتير قوي، لكن صعب جدا تصبر على الجوع. وبالتالي يجب ان يكون هناك ايضا اليد اللي هترعى عملية الحوار السوداني يجب ان تكون واعية ومدركة انه دعم السودان اقتصاديا ومحاولة على الاقل خفض حدة الاحتقان الاجتماعي نتيجة الفقر المتزايد تخفض قليلا وتهدأ قليلا، ده برضه هيبقى عامل مهم قوي في الواقع في المرحلة المقبلة. شكل الحوار بين المجلس العسكري وبين القوى السياسية بتتوقع يكون ازاي الفترة القادمة؟ هو الحوار اكيد بيدور بالفعل. وما اخشاه زي ما قلت لك هو ان يكون حوارا انتقائيا. ما اخشاه ان يكون حوار مع اطراف على حساب اطراف اخرى. انا ما ارجوه ان يكون حوارا شاملا على قاعده وطنيه بتعترف بالتنوع. يعني احد اكبر المشكلات اللي في السودان على سبيل المثال مش بس هيمنه مشروع الاسلام السياسي. السودان فيه اعراق افريقيه حتى هذه اللحظه. شعور هذه الاعراق بهيمنه عربيه في المركز في الخرطوم كان احد عوامل سعيها للانفصال، ومش عايز اقول لك كانت بترفض في بعض يعني اقول لك بعض خطاباتهم بترفض عروبه السودان، وده تحدي خطير احنا شفناه في العراق على سبيل المثال، ولازم نكون واعيين لهذا الخطر. احنا في 2004 لما صيغ دستور العراق بعد الغزو الامريكي لم ينص على عروبه العراق ونتيجه مخاوف بعض الاطراف تحديدا الاكراد من هيمنة العرب على الحكم في بغداد لفترة طويلة. يعني احنا محتاجين ايضا نحتوي هذا القلق والهاجس لدى بعض الاعراق غير العربية الموجودة في السودان. فالمسألة بقولك معقدة جدا. الحوار بقى عشان اول خطوة لتهدئة هذه المخاوف هو فتح الحوار ليشمل الجميع. وان يكون اي محاولة لرعاية هذا الحوار لا تأتي او لا تأخذ شكل المحاولات فرض النفوذ. او الحديث عن اني زي ما في لا احنا الحفاظ على عروبه السودان شيء مقدم واساسي عشان ما ننشرش مخاوف الاخرين. الحفاظ على السودان رقم واحد، الحفاظ على السودان رقم اثنين، الحفاظ على السودان بقى في اطار هذه الحاضنه اللي يجد كل فيها يثق في هذه الحاضنه اللي ستحاول احتواء السودان ومساعدته على الخروج من هذه الازمه الخانقه اللي بيمر بيها. هو ده التحدي الرئيسي في المرحله. المطلوب من الحراك الشعبي ايضا، شوفي يعني انا اظن ان قطاع الحراك الشعبي محتاجين يدرسوا الخبرات اللي وقعت في دول محيطه حواليهم خلال الفتره الماضيه. يعني احنا النهارده شايف مظاهرات في الجزائر لشيء من اللي احنا شفناه برضه 2011 فكره العزل السياسي. انا اخشى ان العمليه او ما يسمى بيحاول البعض تسميته موجه ثانيه من الربيع العربي، رغم ان انا مش قادر افهم ان انا لا ارى ان هي هذه موجه ثانيه من هذه الظاهره اللي شفناها في 2011، ده شيء مختلف. لكن هناك البعض يحاول إعادة إنتاج الخبرات السلبية اللي شهدتها الدول اللي شهدت الموجة الأولى من هذه الفوضى والاضطرابات. كان مصر عندها خبرة يجب التعلم منها، خبرات كانت أكثر سوءا بقى في الحالة الليبية في الحالة السورية. أنا أظن أن أول مهمة الآن أن تعي هذه الشعوب أن يجب ألا تكرر الخبرات السلبية اللي مرت في دول محيطة بها. رقم اثنين ده شيء مهم قوي، انه هناك ثوره طموحات. في علم السياسه اي عميل تغيير سياسي بيصحبها ثوره كبيره في الطموحات. الناس بتتوقع ان تاني يوم او اليوم اللي بعده كل حاجه الدنيا هتتغير. احنا كنا بنحس ده احيانا، لكن الاوضاع في الدول مش بهذه البساطه. الوضع بيكون في امور هيكليه وبنيويه ما تقدريش تغيريها في يوم وليله، بتعوز فترات. وبالتالي يجب الوعي وافهام الجماهير انه لا، لن يتم تغيير الواقع السوداني بين يوم وليلة، ولكن احنا بنبدأ عملية هتستمر سنوات وهتستمر عقد او اكثر من الزمن. على عليهم
اختيار ممثلين عنهم الحديث بشأنهم في الحوار شوفي السودان عنه؟ السودان في مستوى متقدم نسبيا من الحزبية هتيسر بشكل ما هذا الحوار، لكن بالتأكيد هناك قوى، يعني عندنا النقابات وعندنا الأحزاب السياسية التقليدية. المشكلة مش في هذه القوى في تقديري، المشكلة الحقيقية هتكون في القوى المهمشة تقليديا سواء مناطقيا أو عرقيا. أنه البحث عن ممثلين لهذه القوى يقعدوا على قاعدة الدولة الوطنية وليس ما يقعدوش على قاعدة البحث عن مخرج من الدولة السودانية. ده محتاج تواصل معهم ومحتاج أظن حوارات موسعة. يعني المؤتمر الصحفي اللي كان صباح اليوم واللي دعا الجماعات المسلحة للحوار، يعني لا يكفي مجرد دعوة الجماعات المسلحة للحوار عبر شاشة التلفزيون، لا محتاجين إجراءات تطمين وإجراءات بناء ثقة مع هذه الجماعات، وده التحدي الخطير في المرحلة الإقليمية المقبلة لكي يتم جذبهم. وعدم يعني أقول لك بالتأكيد في أطراف وعناصر هتحاول تستغل هذا المشهد لإثارة نزعات انفصالية مرة أخرى، والضعف بيغري بالخروج من قبل أطراف كثيرة جدا، وبالتالي الموضوع محتاج درجة أكبر من التواصل ومع هذه الأطراف بعيدا حتى عن شاشات التلفزيون لتقديم هذه التطمينات وإجراءات بناء الثقة معها حتى يتم جذبها وتفادي حدوث فوضى تمس وحدة ما بقي من دولة السودان. أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية. شكرا على وجود حضرتك معي. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من نقاط ساخنة، كنت معكم أنا إيمان الحويزي، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.